أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن تراخي لاعبيه وارتياحهم لنتيجة مباراة المقاولون العرب بعد التقدم بهدفين تسبب في عودة فريق الذئاب وإدراك التعادل، وشدد على ضرورة أن يتعلم الجميع من هذا الدرس رغم الفوز الكبير في النهاية بخماسية. الثوابت بتبقى مهمة جدا، ان احنا بنسعى للفوز والثلاث نقاط لمشوارنا في البطولة، فبتقربنا بشكل كبير وبتبقى خطوة ايجابية، لكن يمكن برضو الظروف المحيطة بالمباراة والمنافسة اللي بعدينا على طول، فكان في اهمية اخرى للثلاث نقاط النهاردة واهميتهم بالنسبة لنا، ده بجانب الثوابت اللي انا بكلم عليها. فاكيد الحمد لله على الفوز النهاردة، بشكر اللعيبة، لكن زي ما بنقول على الايجابيات والعرض والتغييرات النهاردة، لكن زي ما بنقول ان في سلبيات. السلبيات اللي حصلت في المباراة النهاردة واللي انا كلمت عليها بين الشوطين وكلمت عليها اثناء وجودي على الخط برضو، ان احنا يعني حسينا بارتياحيه في بعض الاوقات. فرقه المقاولين ادت مباراه طيبه النهارده في بعض الاوقات طبعا، وكانوا ادائهم هجومي وعندهم رغبه كبيره، لكن الارتياحيه اللي احنا حسيناها هي دي اللي طبعا كانت النقطه السلبيه الوحيده في المباراه النهارده اللي احنا لابد نقف عندها وتبقى نحولها نحو ناحيه ايجابيه. لكن في النهايه طبعا بشكر اللعيبه برضو، لان هي اللي حولت المباراه تاني باصرارها وادائها، والحمد لله على الفوز النهارده.